تبذل وزاره الداخليه ممثله في غرفه العمليات الرئيسيه جهودا مكثفه للتاكد من التزام الجميع بالقرارات والاجراءات الاحترازيه المتخذه لمكافحه عدوى فيروس كورونا خلال ايام عيد الاضحى المبارك. غرفه العمليات الرئيسيه الوكيل عمار معاك كل عام بخير. تضلع ادارات ومديريات وزاره الداخليه بجهود بارزه في اتخاذ كافه الاجراءات من اجل احتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره خاصه خلال عيد الاضحى المبارك وفي هذا الإطار تباشر غرفة العمليات الرئيسية دورها الأمني والاجتماعي وذلك بالتأكد من التزام المواطنين والمقيمين باتباع التدابير الاحترازية والوقائية في الأماكن العامة والأسواق وذلك حفاظا على سلامة الجميع إدارة العمليات هنا المواطنين والمقيمين بحلول عيد الأضحى المبارك ولا شك بأن واجب الدوريات خلال أيام العيد مضاعفة عدد الدوريات في الطرقات السكنية والأسواق وعلى وجه الخصوص المجمعات التجارية ومن أبرز مهام الدوريات خلال أيام العيد تقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين بكافة أنواعها وما ننسى كذلك الاستجابة لكافة أنواع البلاغات من واجبات وإجراءات دوريات النجل لمكافحة فيروس كورونا ورصد مخالفات عدم لبس كمام الوجه الوقائي والتأكد من اتخاذ كافة إجراءات وقرارات اللجنة التنسيقية من حيث مبدأ التباعد الاجتماعي وعدم التجمع لأكثر من عدد خمسة اشخاص وتقوم دوريات النجدة بمرافقة الباصات التابعة لوزارة الصحة التي تقوم بدورها بالفحوصات العشوائية بمختلف مناطق المملكة وبالتأكيد تقوم دوريات النجدة بتنظيم عملية الفحوصات قرفت عمليات الرئيسية على أتم الاستعداد والجاهزية حيث تم تكثيف الجهود خلال هذه الأيام العيد الأضحى المبارك لجميع المتصلين بخط الطوارئ 999 تسعة 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 او الاتصال المرئي لتقديم البلاغات وحيث تم التنسيق بين غرفه عمليات الرئيسيه وجميع الجهات الامنيه لتقديم الخدمات والعون لجميع المواطنين والمقيمين خلال هذه الايام. اما بالنسبه لدور غرفه عمليات الرئيسيه لمجابهه فيروس كورونا فاعطينا هذه الجانب اولويه قصوى لجميع المتصلين والمتعلقين بحالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا. نوصي جميع المواطنين والمقيمين باتخاذ كافة التدابير الوقائية الصادرة من اللجنة التنسيقية بارتداء الكمام أثناء الخروج حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين. إن تحقيق السلامة العامة تتطلب تعاون وتكاتف الجميع والوعي بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة من اللجنة التنسيقية التي ستسهم بإذن الله في توفير أجواء عيد آمنة من هذه الجائحة وكل عام وأنتم بخير